عزيزي المشاهد، مرحبا بك في برنامج المسيح الذي لم أعرفه. نناقش في هذه الحلقات موضوع مهم جدا، هو موضوع لاهوت المسيح. هل المسيح هو الله فعلا ولا لا؟ موضوع الحلقة اللي بنناقشه المرة دي المسيح الذي لا يتغير. قال يعقوب في العهد الجديد في رسالته إن الله ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. ليس عنده تغيير يعني الله لا يتغير. السؤال اللي ممكن يتسأل والبسيط جدا، إن كان الله لا يتغير فالمسيح أيضا بمرور الوقت ومرور الأزمان ومرور الدهور، هل المسيح أيضا لا يتغير؟ إذا وصلنا لإجابة لهذا السؤال هنخرج باستنتاج مهم جدا. لو كان فعلا المسيح لا يتغير هنقول بكل بساطة جدا أن المسيح هو الله. معانا ضيف الحلقة دكتور حليم حسب الله، أهلا بيك. أهلا بيك. ومعانا اتنين من الشباب بيناقشوا معانا بالأسئلة، مينا أهلا بيك وأندرو أهلا بيك. أهلا بيك. دكتور حليم، في البداية احنا عارفين من الكتاب المقدس في العهد القديم أن الله لا يتغير. نعم. وقلنا الآية الواضحة جدا الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. وقال موسى في مرة من المرات أنه هو الصخر عن الله، هو الصخر الكامل صنيعه. وبيقولوا أنه اختار كلمة الصخر موسى علشان يقول أن الصخرة حاجة ثابتة غير الرملة. الصخرة يمر عليها الزمن وبتفضل ثابتة وواقفة بنفسها كده يعني. السؤال، إن كان الله في العهد القديم لا يتغير، فهل المسيح عندنا دلائل أنه فعلا لا يتغير؟ ولو مش بيتغير في إيه؟ يعني إيه اللي مش بيتغير فيه؟ هل في كل الجوانب وفي كل الأشياء ولا إيه بالظبط؟ كل حاجة موجودة على الأرض، كل حاجة اتخلقت قابلة للتغيير. كل شيء بتراه العين قابل للتغيير. الإنسان نفسه بيتغير بحسب العمر وحسب حتى الحجم. تبص تلاقي في الطفولة شيء، في سن الشباب شيء، في سن الشيخوخة شيء. في أمور كتير بتتغير. ده الإنسان. كل الكائنات الحية حتى الأرض الكائنة الآن واللي احنا واقفين عليها بيحصل فيها نوع من التغيرات نتيجة عوامل طبيعية أو تدخل البشر بأشياء بتغير طبيعة الأرض وطبيعة الطقس. كل شيء بيتغير. تمام. واحد فقط غير قابل للتغيير، غير قابل للشيخوخة، لا يشيخ مع الزمن ولا يتغير مع الأيام، ثابت وهو الله. الله لا يتغير. حتى الناس بيقولوا في الأشياء الشعبية يعني، أو الناس وهي بتتكلم مع بعضها يقولك ربنا يغير ولا يتغير. ولا يتغير. تمام. وفعلا هو بيغير. صحيح. أنا شخصيا اختبرت التغيير. كنت وبقيت. كنت شكله يعني، ما أقصدش الشكل الخارجي، كنت شخصية وبقيت شخصية تانية. الكيان الداخلي اتغير. قبل ما الرب يسوع يمتلك على حياتي كنت شيء، كنت إنسان خاطي بحب الخطية وعيش الشر. لما المسيح دخل إلى حياتي أنا اتغيرت، بقيت إنسان جديد في المسيح يسوع. عواطف اتغيرت، فكرة اتغير، نظرات اتغيرت، طريقة تفكير اتغيرت، ففي تغيير. فالله بيغيرنا، لكن هو في نفس الوقت الله لا يتغير. هو المغير الذي لا يتغير. الذي لا يتغير. مغير لا يتغير. وإذا كنت حضرتك تفضلت بالقول الصخر الكامل صنيعه، فالصخر ثابت. يعني لو جمعت بلد بحالها وقلت لهم تعالوا زيحوا الصخر وكله عمال يقول يلا بينا يلا بينا كله يتراجع للخلف، الصخرة ما بتتحركش، فيها ثبات. بس ايه رأيك، انت اتكلمت عن الصخرة، انا هبدأ بالصخرة برضو علشان بعد كده اكفي بعض الايات. ايه رأي حضرتك لما يقول الكتاب في كورنثوس، الرسالة اللي كتبها الرسول بولس للمؤمنين في كورنثوس، يقول والصخرة تابعتهم وكانت الصخرة المسيح. انت اتكلمت عن الصخر الكامل صنيعه باعتباره الله. بس انا جبت لك من العهد الجديد بقى ان الصخر الكامل صنيعه، ده بولس قال، الصخر اللي تابعتهم وكانوا يرتووا منها الثابت في كافة صفاته وخصائصه زي ما هنشوف دلوقتي، يقول هو المسيح. وقالها بوضوح كده في الآية، في غاية من الوضوح في كورنثوس الأولى الأصحاح العاشر، والصخرة تابعتهم وكانت الصخرة هي المسيح. يبقى إذن المسيح زي ما تقال عن الله الصخر الكامل، تقال عن المسيح، تقال عن المسيح الصخر الكامل. فإذا قلنا أن الله مشبه بالصخر الثابت الذي لا يتغير ولا يتزعزع، هكذا المسيح أيضا هو الصخر، مش مشبه، ده هو الصخر، هو الصخر اللي تابعتهم وكان الصخر هو المسيح. عشان كده ثابت
لا يتغير، لا يشيخ مع الأيام، ولا يمكن مع الزمن يتغير شيء إلى شيء آخر، لأن ده الله. زي ما احنا بنعرف واحنا بندرس دلوقتي مع بعض في كل حلقاتنا أن المسيح له كل المجد، هو الله بذاته. تمام. الله ظهر في الجسد، الكلمة صار جسدا وحل بيننا، لم يحسب نفسه خلسة أن يكون معادلا لله، يعني ده حق الشرعي أنه هو الله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد. كلمة أخلى نفسه، أنا قاصد أن أنا أبدأ بالآية دي، كلمة أخلى نفسه بمعنى بدل ما محتجب عن الأنظار ومحدش شايفه، جاءنا في الشكل المنظور لنستمتع به، لألا يتسرب إلى ذهن البعض ويقول لك طب ما الله اتغير أهو اتجسد. هذا الكلام غير صحيح، لكن الله المستطاع لديه كل شيء مش كان وصار، يظل الله روح، كل الوجود فيه، كل الكون فيه. مرات كتير بنغلط غلطة ونقول الله موجود في كل الكون، الله موجود في كل الوجود. أنا التعبير ده شخصيا ما بحبوش، لما أقول الله موجود في كل الوجود، الوجود محدود لأن الله خلق الوجود. لما أقول الله في كل الكون، الكون خلقه الله والكون محدود مهما كان اتساعه، فالخالق أعظم من الوجود وأعظم من الكون. عشان كده أنا ما بقولش الله في كل الوجود، أنا بقول كل الوجود فالله وكل الكون فالله، فهو أعظم من الوجود وأعظم من الكون باعتباره الخالق العظيم. عشان كده الأمور تتغير لكن هو ثابت لا يتغير مع الزمن ولا يشيخ مع الأيام. هذا هو الله، وفي نفس الوقت هذا هو المسيح، لأن الله الموجد كل الأشياء له القدرة والاستطاعة أن يأتي إلينا في صورة المنظور، وهذا لا يقلل ولا يغير من شأنه باعتباره الله الذي كل الوجود فيه وكل الكون فيه. لاهوتيا واضح، لكن لما يتنازل ويجيني مش معناها هتغير. تخيل كده معايا واحد ملك عظيم، ملك عظيم، رئيس، بلاش ملك لأن كلها جمهوريات، تمام. بس أنا حابب دايما رئيس كبير، كل الناس بتعتبره وتقدره وتحترمه 100%، لكن في بلد فقيرة قوي 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 ومحدش سائل فيهم الغلابة دول، فسيادة الرئيس عاوز ينزل عندهم يشوفهم ويسلم عليهم وفرحهم، فراح لابس اللبس بتاعهم ووصل لغاية عندهم، ولما وصل أدركوا إن ده الرئيس. أدي فرحتهم، يبقى السؤال هل هناك شيء تغير في الرئيس؟ إطلاقا، هو بذاته الرئيس. هل الله لما يأتي إلينا متجسدا ده يغير من طبيعته؟ ده يغير من شأنه؟ ده يغير من لاهوته؟ استحالة. عشان كده التجسد لم يغير في الله شيء، ولذلك اللي أقولك أنت بتقولوا المسيح هو الله والمسيح أهو جه في الجسد يبقى الله تغير، ده باطل هذا الكلام، لأن التجسد لا يغير من صفاته شيء ولا من طبيعته شيء. عشان كده الكتاب يقول أخلى نفسه، أخلى نفسه من الصورة الغير منظورة بالمجد والبهاء الذي لا يستطيع أن يراه الإنسان إلى الصورة المنظورة. عشان كده يقول أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، جه في صورتنا علشان نقدر نطلع عليه نستمتع به. وبصراحة يعني ما كناش نعرف الله المعرفة الصحيحة بكامل صفاته روعته إلا من خلال هذا الأمر. وأنا قصدت أن أنا أبدأ بهذه البداية علشان برضو أجاوب على سؤال ربما يمكن الشباب هيسألوه كانوا، تمام. فأنا لحقت نفسي معلش وجاوبت السؤال، تمام. التجسد لم يغير من الله شيء. تعال بقى نعود مرة تاني، الله لا يتغير، نعم. المسيح هو الله الذي لا يتغير، طبعا مش عايز الكلام. تعال بقى نقرأ آية من الرسالة إلى العبرانيين على سبيل المثال، وأعتقد جت في أصحاح 13 عدد 8 على ما أعتقد، تمام، مظبوط الشاهد. يسوع المسيح، يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. لاحظ معايا ما قالش الله هو أمسا واليوم وإلى الأبد، لأن المشكلة مع الناس مش عن الله، لأن الناس كلها بتقول الله صح برضو. الله يغير ولا يتغير. لو قال الله هو دي صح، دي كل الناس تدي تعظيم سلام، تمام. ليه؟ لأن كل البشر مقتنعين بهذا الشيء، تمام. لكن مشكلة البشر في موضوع خاص بيسوع،
يقول لك يا عمي عملتوا من يسوع واحد كده، حرام عليكم ده كفر. يا عم احنا لا كفرة ولا بنكفر، احنا بالبساطة بنصدق كلمة الله. الرئيس الكبير جه لغاية عندنا، احنا الغلابة الفقراء، عشان يجينا يجينا شكله ايه؟ طب انا اقول لك على حاجة، علشان يجي رب العرش، انا بجيب الالفاظ اللي بتتقال مع الناس، لو هيجي رب العرش الينا وجانا في صورة الرعب والفزع، كم واحد يقرب منه؟ كلنا نجري. ما حدش يقدر. كلنا نجري. طيب احنا غلابة، احنا عبيد للخطية والشيطان ومبهدلين في الدنيا. هو عاوز يقول انا بحبكم، يجينا في اي صورة؟ يجينا في صورة الاسد. طب يجينا في صورة النسر. اذا كان يحب اشخاص يتفضل مشكورا يجيهم في صورتهم عشان اقربوا منه. عشان كده اخذ صورتنا نحن البشر، شبهنا في كل شيء. ده ما يغيرش من وضعه شيء. قرب مننا وتجانس معانا ومشى على ارضنا وعلم ومد ايده وعمل كل ما يخطر على البال، كاشفا عن ذاته انه هو الله، حب بلا حدود. عشان كده وصل وخد الاسم الجميل ده يسوع. يجي بقى يتكلم عن يسوع، ماله يسوع؟ قال هو هو، ولاحظ تكرر مرتين هو هو للتأكيد. أمسن، هما كلمة أمس ما أقصدش بها امبارح، النهاردة مثلا، يعني النهاردة الجمعة يبقى الخميس، لا طبعا. أمس يقصد ماضي. ارجع للأزل، ماضي والأزل بكل اليوم أقصد بالحاضر حاضر. وبعدين يقول أمس واليوم وإلى الأبد، الأبد الأبدية، مفيش تغيير. هو هو، يعني لما ترجع في الأزل هتلاقيه هو هو يسوع المسيح، هتيجي في الحاضر هو هو يسوع المسيح، هتدخل في الأبد اللي ملهوش نهاية هتلاقيه هو هو المسيح، مفيش أي تغيير، لا يتغير إطلاقا، مفيش أي تغيير. هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. في كمان آية تاني هقراها مع حضرتك من رسالة إلى العبرانيين، الأصحاح الأول من عدد 8. وأما عن الإبن، كرسيك يا الله، كرسيك يا الله، يعني بيقول عن الإبن هو الله، كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. طبعا أخذ الآية دي أو العبارة دي نبويا من سفر المزامير مزمور 45 والعدد السادس. كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإسم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك، بيتكلم في التجسد والتنازل والمجيء العجيب إلينا بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. وأنت يا رب من البدء أسست الأرض، بيتكلم عن مين يا رب؟ هو بيتكلم عنه باعتباره الله، وتكلم عنه تاني أهو باعتباره هو الرب، هو بيتكلم عن الإبن، عن الرب يسوع المسيح. هنا الآب يتحدث للإبن. وأنت يا رب من البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك. الأرض والسماوات هي تبيد، ولكن أنت تبقى، ولكن أنت تبقى، كلها كثوب تبلى، كرداء تطويها فتتغير، قابلة للتغيير. سفر التكوين تلاقي في البدء خلق الله السماوات والأرض، تروح لسفر الرؤية تلاقي كل حاجة كانت موجودة، الأرض والسماء راح، كله راح، كله انتهى، فتتغير. لكن أنت أنت وسنوك لن تفنى، أنت أنت وسنوك لن تفنى. أعتقد ما فيش أوضح من كده تاني يقول لي إني المسيح ثابت ولا يتغير. هاخد بعض الأشياء على في دقيقتين فقط، لا أكثر ولا أقل. لما أنا النهاردة أبص لله اللي الناس تؤمن به وبحسب العهد القديم، وأبص لله في العهد الجديد اللي تنازل ووصل لغاية عندنا، هو هو مش إلهين. لما أقول إن الله في العهد القديم رحيم ورحمته ده ثابتة ودائمة، حلو. طب خلينا أشوف في المسيح كده مراحمه شكلها إيه. شوف مراحمه على البشر، وشوف اقترابه من المرضى، شوف عطفه على المساكين، لا يصنع خيرا، شوف شوف الناس اللي كانت تبكي وعمل إيه معاها. وكفاية الشاهد اللي حضرتك قلته، كان يجول يصنع خيرا. شهادة الناس قالوا عنه إيه؟ إنه فعل كل شيء حسنا. كم من المرات كتب تحنن يسوع؟ كتير جدا. وكم من الناس وصلت مراحمه إليه؟ بلاش كده، خلينا أقول الله محبة، والناس بغنوا الأغنية دي الله محبة. هي مش أغنية، هي آية في الكتاب المقدس، بس الناس بيتغنوا بيها الله محبة، الله محب وثابت في محبته. طب تعالى شوف في المسيح مين اللي أظهر الحب الإلهي؟
الله محبه، بين لي. مره سالت واحد بقول له اثبت لي ان الله محبه، فعمل لي كده، قال لي يا اخي بديني الصحه. قلت له ربنا يدم صحتك، بس لو ضاعت منك بكره يبقى تغير الله وضاعت المحبه، لانك انت ربطت نفسك بحاجه قابله للتغيير. صح. يبقى فين المحبه؟ كان بيحبك امبارح فصحتك كويسه، النهارده كرهك وصحتك ضاعت. عايزين نربطها بحاجه فيه هو، تربطها بالصحه. سكت. قلت له تاني، قال لي مراتي واولادي بخير. قلت له الله يحفظهم لك، لكن ما اعرفش ايه اللي هيحصل بكره. يبقى بعد كده ترفع وشك وتقول له ليه ظلمتني يا اللي خدت مراتي ولا قتلت ابني؟ يبقى تغير. هو ده اللي يثبت يا حبيب قلبي، دي اعمال العنايه الالهيه. لكن بص، المحبه الالهيه بنت فين؟ ولكن الله بين محبته لنا، لانه هكذا احب الله العالم. عاوز تعرفها ازاي؟ بذل ابنه. عاوز تعرفها ازاي؟ مات المسيح ونحن بعد خطاط مات المسيح لاجلنا. اذا ان كان الله محبه واظهر محبته في ابنه الحبيب، الابن الحبيب اظهر كل الحب بموته على الصليب. الرسول بولس قال احبني واسلم نفسه لاجلي. لما تاخد كافه الخصائص والصفات الالهيه من الرحمه والحب، من كافه الاشياء اللي تفكر فيها الله، هتلاقيها في المسيح يسوع، ثابته في الله وثابته في المسيح. اذا نطلع بالخلاصه، المسيح هو الشخص الذي لا يتغير، ثابت ثبات ازلي ابدي، وهذا الامر لا يقال الا عن الله. وبالتالي يسعدني ان اقولها بفخر، المسيح هو الله بذاته. دكتور حليم، انت بتتكلم نطت في دماغي ايه، فعايز اقولها وبرضه هل منها نطلع برضه ان المسيح ثابت؟ الايه اللي قالها المسيح عن نفسه، انا من البدء ما كلمتكم به. هل الايه دي تاكد ثبات المسيح؟ طبعا، من البدء ما كلمتكم به، يعني ما فيش اي تغيير. النهارده لما واحد يقول كلام بكره غيره، والدساتير تتكتب النهارده وتتغير السنه اللي جايه، والرؤساء بيقعد على العروش وبالانقلابات بيروحوا، كله بيتغير. لكن المسيح لانه ثابت، كلامه ايضا ثابت كذاته ولا يزول. عشان كده ما كتب في العهد القديم هو كلامه وتثبيته في العهد الجديد، وان كان رقى بمستوانا نحن كبشر للتغيير، عظم الوصيه وجمل الكلام الحلو لينا. دكتور حليم، متشكرين على الايضاح الرائع ده. عزيزي المشاهد، المسيح لا يتغير لانه هو الله ايضا الذي لا يتغير. هنخرج في فاصل صغير، هنرجع بعد الفاصل عشان نستمع لاسئله الضيوف بتوعنا، فانتظرنا وتواصل معنا. رجعنا بعد الفاصل عزيزي المشاهد، بنناقش قضية مهمة جدا، المسيح الذي لا يتغير. وصلنا لاستنتاج هام جدا، أن المسيح هو الله لأن الله لا يتغير. معانا دلوقتي الأسئلة مع ضيوف الحلقة، معانا مينا ومعانا أندرو. هنبتدي مع مينا، تفضل السؤال اللي عندك وجهه دكتور حليم. الله غير المادي، بياخد جسد مادي وبيمر بتجربة مادية فيها مشاعر إنسانية، بيجوع وبيعطش وبيحزن وبيتعب وبينام، فهل دي مش مشاعر لم يختبرها الله من قبل؟ لأنها مشاعر متعلقة بالطبيعة الإنسانية، والله ما كانش عنده طبيعة إنسانية، فبالتالي هو بيختبر شيء جديد، فيعتبر وكأنه حدث تغير أو إضافة لطبيعة الله. شوف يا خمينة، ما تسمع عنه من عاطفة أو أمور عاطفية كانت في شخص المسيح فهي كائنة فيه لاهوتية. ده شيء مهم لازم نعرفه. ما معنى القول الله محب؟ أبسط الأشياء، ما هي المحب؟ المحبة مرتبطة بكل شيء في العاطفة من أولها لآخرها. فكلمة أنا بحب معناها أنا أشفق، أنا أحنو، أنا أتحنن، أنا أعطي، أنا أرحم. ولذلك إحنا بنقول عن الرب، ومش بنقول، هذا ما أعلنه لنا الرب في الكتاب المقدس، أنه المحب الرحيم والرحمن ومملوء نعمة، إله كل نعمة، كل الصفات الحلوة دي كائن. بس كائن فالله واستعلنت لنا نحن من خلاله لما تجسد. لو ما تجسدش كنا نعرف الأشياء دي إزاي؟ أبسط الأشياء. فالقصة مش قصة تغيير حدث، لكن الموضوع موضوع إعلانات الله لنا نحن عن كامل صفاته وروعة طبيعته. فما هيش كان ثم صار، لكن ده موجودة وكائنة فيها أزلا وأبدا، هذا هو الله.
طب الحاجات اللي زي الجوع والعطش يعني دلوقتي هو لما جانا في أي صورة؟ إنسان؟ إنسان، كونه أخلى نفسه وأخذ صورتنا نحن البشر لابد أن يشابهنا في كل شيء ما عدا الخطية، لابد أن تكون له كافة المشاعر والعواطف اللي حطها فينا إحنا كبشر. يعني أنا عاوز أقول حاجة صغيرة، الأسد بيفترس الغزال وبيأكله ويبقى مبسوط قوي. الإنسان بمعنى كلمة إنسان بغض النظر عن اللي بيحصل في هذا الزمان، لو عمل حاجة زي كده بضميره يتعبه. الحاجات دي جاته منين؟ مشاعر العطف والحنان واللطف والدموع اللي بتسيل على فراق الأحباب والوقفة قدام المريض بروح منكسرة جاتنا منين؟ منين؟ احنا كبشر جاتنا منين؟ ما دي هي صفات الله وطبيعته بالظبط كده، زي محبة الأم. لما يقول نعمل الإنسان على صورتنا كشبه في هذا الاتجاه الجميل. طب هو دلوقتي جانا من السماء أخذ صورتنا كبشر، منتظر منه يكون في صفات أقل من كده؟ يبقى كان جانا بأي طريقة تانية. فهذه المشاعر كائنة وموجودة واستعلنت، الله حطها فينا ولما جانا في نفس الصورة استعلنت فيه. لازم تعرف كان مشابها لنا في كل شيء، في كل شيء. ولذلك الكتاب يقول عنه فيما قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. ما حسش بيك إلا إذا أنا اجتزت في اللي أنت فيه، عشان كده اتضع واجتاز في كل ما نحن نجتاز فيه علشان يعمل إيه؟ عشان يحس بينا، لدى يحس بينا وهو عارفنا، وعلشان يسمو بحياتنا الفوق. ولذلك مشاعره ثابتة في كسبات ولا تتغير. دكتور حليم، بس في تعبير يعني ممكن يكون صح أو غلط أنا بقوله عشان تصلح لنا. هو غلط، بالتجسد تم إضافة شيء إلى الله. حاشا لله، فيش هو الجسد. أي فيش أي إضافة نهائية، يعني ما ينفعش كلمة إضافة دي خالص. شوف، استخدمت عبارات، هذه العبارات ما استخدمتش غير إلا على شخص المسيح. زي إيه مثلا؟ العبارات اللي استخدمت تدل على وجود السابق لتجسده. يعني لما يقول عنه والكلمة صار جسدا، قبلها بيقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، وبعد كده يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا. معناها ايه؟ كان وتغير ولجانا في الصورة التي نحن نراها اللي نستمتع بيها. الكلمة صار جسدا وحل بيننا، بمعنى نصب خيمته وسط خيامنا، جانا في الصورة اللي تتوافق وتتناسب معنا علشان نشوفه. ايه التغيير اللي حصل في الله لاهوتيا او انساني؟ ما فيش اي تغيير، ده جانا في الصورة اللي احنا عايزينها. زي ما قلت قبل العبارة التانية، اخلى نفسه اخذا صورة عبد علشان يوصل لينا. ارسل الله ابنه، كلمة ارسل معناها موجود اب قبل ان يرسل. لما يقول صار جسدا وحل بيننا معناها موجود قبل ان يأتي. لما يقول ابن الانسان قد جاء يبقى موجود قبل ان يأتي. لما يقول الرسول بولس صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم، يبقى إذن موجود لكنه جاء إلينا في الصورة التي تتناسب وتتوافق معنا. إيه التغيير اللي يعني فيها؟ كلمة إضافة دي تعبير غير دقيق، غير دقيق. استحالة. إحنا ممكن البعض بيحاول يستخدمه. طيب. ما فيش حد إلا ويؤمن إن الله سبحانه وتعالى ظهر لأبونا وسيدنا إبراهيم. ظهر في صورة إيه؟ كلمه في صورة إيه؟ مش قال في صورة إنسان. ثم بعد ذلك اختفى من المشهد. طيب، وظهر لأنبياء كثيرين في أي صورة؟ صحيح في صور متعددة، لكن أكثر الصور إنسان. صورة هل حدث تغيير؟ ولا هو عاوز يري ذاته؟ الله لم يراه أحد قط. الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، أي خبرنا إزاي؟ إلا أننا استعلن وشفناه. عشان كده في المجد في السماء حد يشوف الله؟ في جوهر لاهوته الغير المحدود طبعا. لكن نرى مجد الله المسيح. في وجه يسوع المسيح، ما فيش اي تغيير. سؤال ما عنده، اتفضل. السؤال الموجود عندك، حضرتك ذكرت ان المسيح ظهر لابونا ابراهيم في جسد واختفى، تمام، او يعني زي كده، وكان في جسد الايام ما كان هنا على الارض اللي هو بينام وبيعطش وبيجوع وما الى ذلك. وبعد القيامة، بعد الموت والقيامة، كان ليه جسد آخر. جسد آخر؟ طب
طبيعة مختلفة غير بتاع اللي هو قبل الموت والقيامة في اعتقادي. فكده يبقى في تغير وفي جسد ممجد، يبقى كم جسد ظهر فيه المسيح، وده هل ده فيه يعتبر تغير ولا؟ أنا أعلق الأول على جسد ممجد. لا يقال عن جسد المسيح جسد ممجد، التعبير خاطئ وليس لنا الحق أن نقوله من قرب أو بعد. تمام. الجسد الممجد ده لينا احنا. طب نقول ايه؟ الذي سيغير شكل جسد تواضعنا. تمام. هذا يتغير ده. تمام. ليكون على صورة جسد مجده. فهو المجيد من الأزل وإلى الأبد. عشان كده مش كان وصار. كان وصار برضو دي في يوحنا واحد. كان ماشي. ده بيتكلم عن اللاهوت ومجيئه للناسوت. لكن انت احنا بنتكلم عن الجسد. كان جسد وضيع ثم صار جسد ممجد. عارف كلمة ممجد معناها ايه؟ أن هذا الفاسد اللي قابل التعفن والتحلل يلبس عدم فساد. هذا المائت، هذا المائت اللي قابل الموت يلبس عدم موت. فكان شيء وبقي شيء تاني. المسيح جسده لم يرى فسادا، دخل القبر وطلع بجسده. عشان كده جسد مجديه مش ممجد. خدت بال حضرتك؟ فعشان كده مفيش تغيير. لما في الظهور بالمجد والقوة وهيشوفوه اللي هم هيشوفوه في زمن ظهوره، هيشوفوا ايه؟ يقول لك ايه؟ الجروح. ويسألوه ما هذه الجروح لسه أثرها بينا؟ تمام. يقول ما هذه هي الجروح التي جرحت بها في بيت أحبائي. يبقى إذن الجسد واضحة فيه الجروح اللي مش موجودة بس. بلاش. لما ظهر في الظهور الثاني للتلاميذ وكان توما معاهم، قال له ايه؟ قال له هات ايدك، واخد بالك؟ عشان كده ما تقدرش تحطه في حدود، لان الله الذي يستطيع كل شيء. هو نفسه اللي هيستمر الى ابد الابدين، ويستمر الى ابد الابدين. هو نفسه اللي بياكل وبيشرب وبيعطش ولا يتغير، هو ثابت ولا يتغير. وخد بالك لا تضع الله في حدود ذهنك، لان انا اضطر اسالك سؤال. لما ظهر لابراهيم وابراهيم عمل وليمه، اكل ذبح عجل وخبز وأكل، طب بعد ما اختفى راح فين الأكل؟ إذن احنا بندرس في قضية فوق مستوى عقولنا، مش كل حاجة احنا ندركها ونعرفها عن الله. الله أعلن لنا في حدود ما نفهمه وفي حدود ما نحن نتعزى ونتبارك به، لكن يظل الله فوق عقولنا بما لا يقاس. طيب لما دخل للتلاميذ والأبواب مغلقة، دخل منين؟ خدت بالك معايا؟ عادي، بس ما هو برضو بنفس الجسد ظهر لهم على الماء ومشى على المية وهو كان بالجسد على الأرض. صح؟ هذا ممكن صورة معجزية من ضمن معجزاته. لا، مش على المية. زي مش على المية، يبقى إذن ما تحاولش تضعه فيه إطار، واخد بالك؟ إطار بحسب ذهنك، وإلا هنقع زي اللي وقعوا فوق الناس. الله ده كبير، طوله كام وايده مش عارف قد ايه ودماغه. ما ينفعش، الله فوق. احنا نقبل ما اعلنه ونقبله بسرور. دكتور حليم، في النهايه نحب انك توجه كلمه مباشره كده للمشاهد العزيز، واحنا بنتكلم عن المسيح الذي لم يتغير ولا يتغير اطلاقا. توجه كلمه صغيره خالص. انا الحقيقه كل اللي اقدر اقوله لاحبائنا المشاهدين، هذا الذي لا يتغير يستطيع ان يغيره، وده أهم شيء في موضوعنا. يستطيع أن يغيرك من إنسان زي شاول الطرسوسي مضطهد لكنيسة الله إلى إنسان يحب الرب ويخدمه بكل قلبه. يستطيع أن يغيرك زي زكا من شخص محب للمال والطمع والجشع إلى شخص معطاء. يستطيع أن يغيرك زي المرأة السامرية من إنسانة مزواجة إلى إنسانة جديدة تبشر بالمسيح. يستطيع أن يغيرك كما غيرني أنا، فهو يستطيع أن يغير بعمل نعمته ويخلق الإنسان من جديد. إن لم تكن اختبرت التغيير، تعال للذي يغير ولا يتغير. شكرا دكتور حليم، شكرا الشباب. عندك حاجات كتيرة وحشة، ضايع، خربان، فاسد، ملآن بالشرور، مستعبد لإبليس وللشهوات وللخطية. هو الوحيد الذي يستطيع أن يغيرك. تابعنا في الحلقات القادمة، أكيد في كلام تاني هيوصله لك الرب، والرب معك.